صباح الخير على كل مشاهدينا، مشاهدي قناة مصر الزراعية، مشاهدي برنامج نهار جديد. نهار جديد كله حب، كله أمل، كله فن، كله إبداع، كله حاجة حلوة. ولو هنتكلم عن الفن تحديدا يبقى بنتكلم ان احنا بنتكلم عن افتتاحات امبارح في كرنفال مصر الدولي للفنون في دورته الثانية، بمشاركة 42 فنان من 15 دولة أجنبية بمدينة الغردقة محافظة البحر الأحمر. وطبعا ده بالتزامن مع احتفالات وزارة السياحة والأثار بمرور 200 سنة على اكتشاف حجر رشيد. الفن إحساس وذوق وإبداع، مش أي حد ممكن يكون فنان، دي ملكة وكاريزما بتكون عند الشخص. ما ينفعش أجيب أي حد كده وخليه فنان بكل أنواع الفن، ما ينفعش أمسك واحد عادي ريشة وأقول له ارسم وهيبقى فنان، لازم يكون عنده إبداع. ما ينفعش أوقف واحد قدام كاميرا وأقول له مثل أنت هتبقى فنان، ما ينفعش أعمل أي حاجة فيها فن إلا لو أنا عندي إبداع، عندي الملكة بتاعت إبداع النوع الفن اللي أنا فيه. الفن إحساس وذوق عالي جدا جدا وشيء جميل، والأجمل إن يبقى عندنا فنانين بجد مبدعين وعندنا تشجيع ليهم واهتمام بظهور أعمالهم للنور. الفنانين دول بيتعبوا جدا جدا، انت بتشوف 5 دقايق او 10 دقايق على الكاميرا، لكن انت ما تعرفش ان دول وراهم شغل سنين حرفيا، وممكن يكون بيقعدوا بال 24 وال 48 ساعه مطبقين عشان يطلعوا الثلاث اربع دقايق اللي انت شايفهم على الكاميرا. الفنان اللي بيرسم لوحه بيقعد برضو ساعات وايام وشهور وسنين علشان يشوف تشوف اللوحه في النهايه اللي انت بتشوفها في 3 4 دقائق وبتقيمها. الفن بيحتاج وقت طويل جدا علشان الفنان يعبر عن كل الاحاسيس اللي جواه الخاصه بالموقف او المشاعر دي في لحظه، مش على المستوى المحلي بس لكن على المستوى العالمي كمان. كل الشكر والتقدير لكل القيادات والمهتمين بتنمية الفن والفنانين، والتنظيم كان غاية في الروعة وكلنا فخورين بالتنظيم وبالكرنفال. الكرنفال هيستمر لغاية 25 سبتمبر الجاري، وحتى من 25 سبتمبر لغاية 1 أكتوبر إن شاء الله. بنتمنى التوفيق لكل الناس. صباحكم فن، صباحكم إبداع، صباحكم بهجة، صباحكم خير ونور. وتعالوا نطلع أغنية ونرجع لكم بعد الفاصل.